إن غاب الضمير عن البعض، لا يزال هنالك من يقوم بواجبه لتحقيق النزاهة. تستهبل أنت، للحين ما ضبطت نفسك. وشلون يعني؟ يعني ما نسوي حنا؟ ولا أنت ما عندك طموح؟ إلا عندي طموح، بس وشلون أبدأ؟ شوف اللي حولك، شوف مكانتك واستفد منها. هذا هو المهم، استفد. إيه، بس مو حرام؟ الحرام أن الكل استفاد وأنت باقي ما استفدت. اللي مثلك ووظيفتك وفي مكانك يستفيد ويفيد. عرفت شلون؟ بهذه الطريقة ينتشر سرطان الفساد في المجتمع.